سامعني طب ولا ايه؟ حد سامعني طب ولا ايه؟ تمام ولا ايه؟ ايوه بسجل. ماشي خلاص، انتوا كلكم سامعين يعني، كل الدنيا الصوت واضح؟ واضح ان في مشكلة. ايه بقى المشكلة؟ ماشي خلاص، انا هبدأ اهو. ماشي، بص بقى يا سيدي. تمام، احنا اخر حاجة وصلت لها ان انا حسبت في اول السيكشن وفي اخر السيكشن وفي النص. تمام، جبت الاس اكس اللي هي كانت كام؟ 25، اللي هي العرض مضروبة في الارتفاع بتاع السيكشن اللي انا قطعته اللي هو 30، مضروبه في الواي اللي هو سي جي بتاع الشكل اللي انا قطعته لحد سي جي الشكل كله اللي هو 15. خلاص تمام كده، انا حسبت ايه؟ حسبت الاس واي او الاس اكس سموها زي ما انتوا عايزين، والبي اللي هي 25. تمام، يبقى اعمل ايه؟ او اطبق في القانون على طول، يبقى الاستريس 2 تساوي الشير على اي اس على اي اكس في واي. معلش ثانيه واحده بس، الشير عباره عن ايه؟ عن كيو واي على اي اكس في اس اكس على بي. خلاص جبنا الكلام ده، ماشي. تعال نحسب عند سيكشن عند الاس 2 بقى. اس 2 مديك قطاع 25 في 60 والقوه راسيه. تعال نطلع برضو ايه، القوه كانت راسيه كده اهي. عرفت منين؟ انا لسه حاسب الشير فورس دايجرام اهو، مش شير فورس دايجرام اهو، قوه هنا تمام لفوق بكام؟ 17 ونص اهي، اللي هي 25 ونص لفوق ناقص 8 لتحت. خلاص تمام، يبقى انا حددت عند القطاع رقم 2 الكيو واي بتاعته بكام؟ ب 17 ونص. خلاص هحسب له الاي اكس اللي هي كام؟ الموازي لاكس في العمودي على اكس تكعيب على 12، يبقى 25 في 60 باور 3 على 12. خلاص ماشي، يبقى فاضل لي الاس اكس. تمام، هي اللي بتتغير هي والبي. هاخد قطاع في الاول هنا، بعد كده هاخد قطاع في الاخر، وبعد كده هاخد قطاع في النص. تقول لي انت بتاخد في الاول وفي الاخر، هما الاثنين بزيرو. تمام، في الاول وفي الاخر بيبقوا بزيرو. تمام، الاس اكس بتبقى بزيرو، وبالتالي الشير ستريس بزيرو. تمام، ناخد في النص. الشير ستريس عباره عن ايه؟ عباره عن الكيو على اي، انا جبتهم خلاص ارقام ثوابت، مضروبه في الاس اكس اللي هي عباره عن ايه؟ اهو الاس اكس اهي، عباره عن الاريا بتاعت نص الشكل اهي اللي هي 25 في 30 في البعد بتاع السي جي بتاع الشكل ده عن السي جي بتاع الشكل كله اللي هو كام؟ اللي هو 30 على الاثنين، ده كده 30 على الاثنين ب 15. تمام، هعوض في المعادله بتاع الشير ستريس، هيطلع لي الشير ستريس بكام؟ بكيو على اي في اس اكس اللي انا لسه حاسبها على البي اللي هي ب 25. انا بقول لك ايه؟ بقول لك انا عارف الكيو ماكسيمم بكام. لو انتوا فاكرين كان في اثبات كده اثبتناه، بيقول لك لو انت عندك شكل مستطيل فالشير او الماكسيمم شير ستريس احنا عارفينه هو 1.5 الشير على الاريا. تمام، فانا كنت بحسبها يعني، عايز احسبها لكم الطريقه الثانيه يعني. تمام، احسبها من الطريقه دي والطريقه دي، هتلاقيهم الاثنين بيطلعوا نفس الارقام اللي هي 1.5 في الكيو على اريا، اللي هي 1.5 في 17.5 على الاريا اللي هي 60 في 25. بس كده، هي دي المساله الاولى. تمام، يبقى احنا انواع المسائل نوعين، يا اما انا بروح احسب الشير، يا اما بروح احسب الشير وبعد ما ادخل في المعادله بتاع الشير. خلاص، حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ قول. شباب شباب، حد عنده؟ ايوه تمام تمام يا باشمهندس. مش هندخل في حاجه صعبه بقى؟ ماشي، هندخل في المساله دي. ماشي، انا عايز ارسم الشير ستريس ديستريبيوشن الشكل اللي انا اللي هو فاضي ده، هرسمه ازاي؟ جيفن كيو واي ب 10، هو مدهاني. خلاص؟ ماشي، انا عندي كيو واي. تمام، يبقى انا عندي الشير ستريس عباره عن ايه؟ كيو واي على الاي اكس في اس اكس على بي. يبقى اول حاجه اروح احسب الثوابت اللي هم دول كده، الكيو على واي، الكيو جيفن. تمام، طب انا عندي كيو واي يبقى انا محتاج اي اكس. طب احسب الاي اكس ازاي؟ هقسم بقى ده كده لثلاث اشكال.
ادي الشكل الاولاني وادي الشكل الثاني وادي الشكل الثالث. خلاص كل واحد الموازي في العمودي تكعيب على ال 12 زائد الاريا بتاعته تمام مضروبه في الواي سكوير اللي هو بنق المحاور. تمام يبقى مثلا ادي الويب اهو ده 10 في 15 باور 3 على ال 12 وما بنقلش محاور لان السي جي بتاعه هو السي جي بتاع الشكل كله. تمام. تاني حاجه الجزء اللي فوق هو الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. تمام. وبالتالي هقول ايه؟ هقول 2 مضروبه في الموازي اللي هو 30 في العمودي اللي هو 10 باور 3 على ال 12 زائد الاريا اللي هي 30 في 10 او 30 في 15 الارتفاع ده 15 يبقى 30 في 15 في البعد بتاع الشكل ده كده عن السي جي كله ده كده 7.5 الارتفاع ده كده 15 يبقى نص 7.5 ماشي وفوق الارتفاع ده كله 15 يبقى نص 7.5 وده كده وده كده 7.5 وده 7.5 يبقى الارتفاع من هنا لحد هنا 15 تمام يبقى 30 في 15 اللي هي الاريا مضروبه في ال 15 سكوير خلاص جبنا الاي اكس نرسم بقى الايه الشير ستريس ديستريبيوشن معلش ارسم بقى الشير ستريس ديستريبيوشن تمام اول حاجه هحدد القطاعات الكريتيكال اللي عندي اللي هي فين اول القطاع واخر القطاع مش هحددها معاكم اول القطاع واخر القطاع تمام عند السنترويد اهي قبل وبعد التغير طب فين التغير مش العرض اتغير هنا يبقى قبل وبعد ماشي يبقى انا عندي سيكشن واحد عين بس القرف ده كده عشان اعرف اشوفه خلاص يبقى انا القطعات اللي هاخدها اهي ادي واحد وادي اتنين وادي تلاته وادي اربعه عند السنترويد يبقى اخر قطاع قبل وبعد التغير يبقى ادي واحد وادي بعد التغير على طول عند السنترويد خلاص بس الشكل ده فيه سيمتري فهلاقي ان كيو واحد هي هي كيو سبعه وهلاقي ان كيو اتنين هي هي كيو سته وهلاقي ان كيو تلاته او التاو تلاته هي هي التاو خمسه تمام يبقى انا هحتاج احسب عند اربع سكشن بس عايز تحسب عند السبعه احسبها عند السبعه بس هتلاقي ان فيه سيمتري ففي حاجات شبه بعض خلاص لو الشكل مش سيمتري لا لازم احسب عند كل حاجه يعني لو الشكل كده اهو مش تي بقى مش اي تي اهو كان الشكل عباره عن كده تمام ساعتها بقى كريتيكال سيكشن عندي فين اهي في الاول وفي الاخر وعند السي جي بتاع الشكل كله وقبله وبعد تمام يبقى محتاج احسب ايه تمام 1 2 3 4 خلاص ولو عندي تغير تاني لو مثلا التوب فلانج اهي ادي التوب فلانج اهي دي كبيره اهي والفلانج اللي تحت صغيره اهي تمام فهضطر بقى لا هنا لازم احسب فوق وتحت يبقى 1 2 3 4 عند السنترويد ثواني بس دي واحده هحسب هنا وقبل التغير وبعد التغير وعند السنترويد وقبل التغير وبعد التغير وفي الاخر خالص خلاص لازم احسب عند ايه عندهم كلهم ليه لان الشكل ما فيهوش سيمتري خلاص كله فاهم لحد هنا تمام يعني كله فاهم ولا ايه هو اميوت كل من عندي حد بس يعبرني طب حد يقول اي حاجه تمام كله تمام يعني كله فاهم محدش يتكسف يعني مش حاجه اقول ما انا هعد مره واثنين وثلاثه بس قولوا يعني ماشي تمام كده كمل اكمل طب ولا عشان بس وقت الفيديو عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا ماشي يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم تمام اول حاجه عند سيكشن واحد اللي هو فوق هلاقي ان انا قطعت في اريا بزيرو اللي هي الاريا اللي فوق اكني ما قطعتش اي حاجه تمام يبقى الاريا بزيرو وبالتالي الاس اكس بزيرو وبالتالي التاو بزيرو يبقى اهو ادي اول حاجه ادخل بقى عند سيكشن اثنين هروح اقطع هنا سيكشن اثنين اهو اهو ادي سيكشن اثنين اهو قبل التغير تمام يبقى هجيب الاس اكس الاس اكس عباره عن ايه الاريا يبقى هجيب الاريا بتاع الجزء اللي فوق ده اللي هو كام ده كده كان ب 30 وده كده
كان ب15، يبقى 30 في 15 ده الاريا، تمام؟ والبعد ما بين السي جي بتاع الشكل ده لحد السي جي بتاع الشكل كله اللي هو 15، يبقى 30 في 15 في 15 ده كده الايه؟ الاست اكس. طب العرض اللي انا قطعت فيه، انا قطع فين، فوق ولا تحت؟ انا قطع فوق. طب العرض فوق بكام؟ 30. طب لو قطع تحت يبقى العرض عندي بكام؟ ب 10، تمام؟ يبقى فوق ب 30، تحت ب 10. طب الاس اكس اتغيرت من فوق لتحت؟ لا، انا بص انا خدت سيكشن بعد التغير بالظبط، فتقريبا الاريا زي ما هي وتقريبا الواي زي ما هو، تمام؟ تمام. حاجه احسب بقى الشير ستريس 2، عندي الحاجات الثوابت اللي هي كيو على الاي، دول ثوابت ما بيتغيروش في المساله كلها، تمام؟ مضروبه في الاس اكس، تمام، اللي هي 6750 على البي اللي هو 30 لو انا بقطع فوق. طب لو بقطع ويطلع لي بقى الايه الشير ستريس 0.01، تمام. طب لو انا واخد سيكشن بعديه على طول الاس اكس مش هتتغير، تمام؟ انت سيكشن 3 اهو، ادي سيكشن 3، تمام. الاس اكس بكام؟ هي اللي قبليها اللي هي 6750، بس البي اتغيرت من 30 بقت 10، قطعت في الويب بدل ما قطعت في الفلانج، تمام. يبقى كده الشير ستريس حصل له دروب مفاجئ بقى 0.03، تمام. كله فاهم لحد هنا؟ كله تمام لحد هنا؟ تمام. تمام. بعد كده عند سيكشن 4، فين سيكشن 4؟ سيكشن 4 عند السنترويد، مش احنا ثواني كده، في واضح في مشكله. تمام ماشي خلاص. يبقى سيكشن 4 عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، انا لما باجي احسب الاس اكس، تمام، بحسبها كوميوليتيف، تمام. كوميوليتيف يعني ايه؟ يعني بكمل على اللي قبلي. طول ما انا فوق السنترويد يبقى بقول الاس اكس اللي قبلي زائد الاريا الجديده مضروبه في الواي الجديده، تمام. يعني ايه؟ انا عايز احسب هنا كده، مش انا جبت الاس اكس 2، تمام، اروح مجمع عليها ايه الاريا دي، اروح مجمع عليها الاريا دي كده مضروبه في الواي ده كده، تمام، اللي هو بعد الاريا الجديده عن السي جي بتاع الشكل كله، تمام، اللي هي كام؟ اس اكس 3 اللي هي 6750 زائد الجزء ده كده 10، تمام، والجزء ده كده 7.5، تمام. يبقى 10 في 7.5 مضروبه في الواي بار اللي هي بعد الشكل اللي انا قطعه جديد، تمام، اللي هو 7.5 على 2، تمام، مش المسافه دي كده 7.5، يبقى نصها 7.5 على 2، فيطلع لك الرقم ده، تمام. طب اني عرض انا قاطع فيه البي بتاعتي بكام؟ عشان قاطع في الويب اللي هو عرضه 10، يبقى البي ب 10. يبقى الشير ستريس بكام؟ عباره عن الرقم الثابت اللي هو كيو على اي مضروبه في الاس اكس على البي اللي هو 7031 مضروبه في مقسومه على 10. خلاص كده جبت الايه؟ الشير ستريس عند السنترويد. عايز اقول لكم ايه بقى؟ هنا الماكسيمم شير ستريس موجود عند السنترويد، بس مش على طول. انا بقول الشير ستريس عباره عن ايه؟ عباره عن رقم ثابت اللي هو كيو على اي مضروبه في على البي، تمام. طب عشان اجيب الماكسيمم انا عايز الاس ماكسيمم والبي مينيمم، الرقم اللي تحت صغير والرقم اللي فوق كبير، تمام. طب الاس ماكسيمم دي موجوده فين؟ عند السنترويد، دي على طول، دي حاجه ثابته، الاس ماكسيمم موجوده عند السنترويد على طول، تمام. طب البي مينيمم بالصدفه هنا عند الايه؟ عند السنترويد، تمام. وبالتالي التاو ماكسيمم عندي ايه؟ عند السنترويد، بس ده مش على طول، يعني ممكن يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي مثلا عرض، العرض اتغير وبقى كده، تمام. انا عندي مثلا ايه؟ عندي فلانجه في النص، تمام، فلاقي ان العرض كبير عند السنترويد، فانا ما اقدرش احكم ساعتها، ما اقدرش احكم على هنا 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 مثلا التاو ماكسيمم هنا كده التاو ماكسيمم ولا هنا كده التاو ماكسيمم، ساعتها المفروض احسب الاثنين. انا كده كده بحسب، هو اللي ارسم الشير ستريس ديستريبيوشن، فانا بحسب كله، بس بقول لكم بقى عشان تبقوا ايه؟ فاهمين الدنيا يعني. خلاص كله فاهم؟ لو استاذ عم يوتيوب لوكيشنز، تمام. هو انتوا بتتكلموا، طب حد مش فاهم؟ طب شباب، لا تمام كله فاهم ولا ايه؟ ماشي خلاص. مش احنا بقى حسبنا عند في النص خلاص كده اللي هو عند السنترويد اللي هو الماكسيمم. تعالى بقى نشوف، مش الشكل ده فيه سيمتري؟ تمام. يبقى لو انا حسبت الجزء اللي تحت ده مش ليه نفس الاريا اللي فوق، تمام، وليه نفس البعد عند السنترويد لان الشكل فيه سيمتري، يعني الواي دي كده زي الواي دي كده،
تمام. يبقى هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاس دي، هلاقي ان الاس دي كده زي الاس دي كده، والبي هنا زي البي هنا، وبالتالي الشير ستريس قبل التغير زي الشير ستريس فوق قبل التغير. تمام، فهلاقي السيمتري مش محتاج احسب ايه، مش محتاج هنا ولا هنا. تمام، انا عارف هنا، انا عارف هنا كده زي هنا، وعارف ان هنا كده زي هنا كده، اهو هنا كده زي ده. خلاص كله متابع؟ خلاص كده تمام ولا ايه؟ تمام. ماشي، بس خلاص اقسم بقى الشير ستريس، اوقع النقط اللي انا رسمتها. تمام، هنا بزير. اول حاجه هاخد ايه؟ هاخد خط كده موازي للسكشن، خط موازي للسكشن اهو. تمام ماشي، فهلاقي ايه؟ هلاقي ان هنا زيرو، بعد كده هنا ليها فاليو. كده جبت هنا تمام اللي هو تاو 5 اللي هو زي تاو 3، وبعد كده تاو 6 زي تاو 2. تمام، هنا في حته احنا نسيناها، معلش، في حاجه اسمها هوريزونتال شير، يعني الشير برضو في حاجه اسمها شير هنا. تمام، فده كده كان المفروض يترسم. اقول لكم بيترسم ازاي. ماشي، بص يا سيدي، ارسم لكم بقى حاجه نظيفه اهو، ادي خط افقي، وبعدين اهو بعد كده يدخل يوصل للزيرو اهو. ثواني كده اهو، بس كده. في حاجه اسمها هوريزونتال شير او ايه، مش انا لسه قايل لكم ان انا ممكن تكون الاريا بتتغير او بتزيد والواي ثابت. يحصل الكلام ده فين؟ يحصل هنا بقى. بص يا سيدي، اول حاجه الفلانجه اللي فوق، لو انا قطعت كده، اول حاجه لو انا قطعت راسي كده، مش هنا هي بزيرو، تمام، اكس بزيرو. تمام، طب قطعت هنا، انا عامل ايه اللي هي الجزء ده كده مضروبه في واي اللي هو المسافه دي، بعد كده قطعت هنا. تمام، يبقى اخد الشكل ده كله اهو، اقطع ده كده اهو، مضروبه في الواي اللي هي ثابته برضو. تمام، انا هحسبها معاكم كده، هحسبها مع بعض. انا هفتح الصوت عشان تقولوا لي بقى ايه هكتب ايه. ماشي، انا عايز ايه الهوريزونتال شير. تمام، هو الشير ماشي ازاي؟ هيدخل هنا، يروح ماشي كده، ماشي كده، ماشي كده، وبعد كده نازل راسي. حسبت في حاجه اسمها شير افق، هشرحها لكم بقى ايه المره الجايه، هشرح لكم القصه دي كلها مره جايه. خلاص، بس يعني في حاجه اسمها هوريزونتال شير دي جت منين؟ جت ان في حاجه اسمها اس اكس اللي هي الاريا مضروبه في الواي. تمام، طول ما هي اس اكس مضروبه في واي، تمام، يبقى اقدر ارسم الشير ستريس ديستريبيوشن. تمام، هحسبها ازاي؟ هاخد سيكشن الاول، ثواني كده، نعين العك ده كله. عند السكشن ده، ادي واحد، وادي السكشن ده اثنين، وادي السكشن، ثواني بس امسح دول اهو، واحسب عند السكشن ايه قبل التغير وبعد التغير. مش احنا قلنا ايه؟ بناخد اول واخر القطاع، باخد عند السنترويد اهو، باخد قبل وبعد التغير، ادي التغير اهو. خلاص، خلينا نحسب بقى. سكشن واحد الاريا عندي بكام؟ مش بزيرو؟ في اريا عندي؟ مفيش. ادي الاريا، هو انا بقطع واشوف ايه الجزء الشمالي، الجزء الشمالي، الجزء فوقي كده. فهل عندي اريا انا قطعتها؟ لا، انا عندي الاريا بزيرو. تمام، يبقى هقول الاس اكس واحد يساوي زيرو، تاو واحد اس يساوي زيرو. خلاص كده، ده عند السكشن ده. انا بحسب فين؟ بحسب حاجه اسمها شيل افق، ادي واحد وادي اثنين. ماشي، انا بس مش هطول عليكم، هي مساله هحل مساله ثانيه تمام بتاعت المسامير، وبعد كده هشرح لكم حاجه اسمها الشير فلو او الدايركشن، ازاي نرسم الدايركشن بتاع الشير فلو. خلاص، يعني قدامي بالظبط 10 دقائق. خلاص ماشي، هرسم الشير. تمام، هي
0 يبقى لي 6 يبقى اس. تمام، اخد سيكشن هنا رقم 2 اللي هو ده كده اهو. الاريا دي بكام؟ الجزء ده والمسافه من السي جي ده لحد السي جي 15 يبقى كام؟ الاس اكس 2 تمام. انتوا موجودين؟ طب تمام زي الفل. الشاشه بس ماشي، تعال نكمل بس بسرعه عشان ما نضيعش الوقت. تمام، هحسب الشير ستريس عند النقطه دي ازاي او عند السكشن ده ازاي. الشاشه حاضر. ايوه في السكرين. تمام، شير افقي. تمام، يعني انا برسم شير ستريس ديستريبيوشن على القطاع كله. تمام، ففي حاجه اسمها شير افقي هنا وفي حاجه اسمها شير راسي. انا رسمت الراسي بس انا كنت ناسي ارسم الافق ازاي. ثواني هو كمان محمد. ماشي خلاص، ماشي. الاس اكس عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا اللي قطعتها اللي هي 15 في 10. ادي 15 اهي مضروبه في 10، ماشي، مضروبه في الواي بار البعد بتاع السي جي بتاع الشكل ده اللي قطعته عن السي جي بتاع الشكل كله اللي هو هنا من هنا لهنا 7.5 ومن هنا لهنا 7.5 يبقى 15. تمام كده جبت 2. طب اول لما دخلت ماشي، اول لما دخلت جوه تمام هلاقي ان الاس اكس تساوي 0. ليه بقى؟ هقول لك يا باشا. بص يا سيدي اهو، بص. تمام، مش انا اول لما اقطع هنا كده اكني قطعت في الجزء ده كده اللي هو سيكشن اول سيكشن بعد ايه؟ اول لما دخلت جوه الويب، مش انا قطعت في الجزء ده كده والجزء ده كده؟ تمام؟ طب مش الاريا دي الاريا دي كده بتاع الشكل ده كده زي الاريا بتاع الشكل ده؟ تمام؟ طب مش الواي فوق الواي تحت؟ تمام؟ بس ايه؟ بس الواي فوق اكن اشارتها بالبوست والواي تحت اكن اشارتها بالنيجاتيف، فالاثنين بيطيروا بعض. تمام؟ اقولها تاني. تمام؟ دلوقتي انا هحسب فوق. تمام؟ لقيت الاس اكس عباره عن ايه؟ الاريا دي مضروبه في الواي بار. تمام، طب تحت مش هي الاريا دي زائد الواي بار ده؟ طب الواي بار ده مش بالنيجاتيف؟ تمام، او عكسه. تمام، هو انا بقول باخد الابسوليوت فاليو. تمام، بس لما اجي اجمعهم تمام انا بقول اريا واحد، يعني باخد ابسوليوت فاليو للمجموعه. يبقى بقول اريا واحد مضروبه في واي واحد ماينس اريا اتنين مضروبه في الواي اتنين، واخد الابسوليوت فاليو بتاع الاتنين مع بعض. تمام، مش الاريا دي زي الاريا دي بس الواي فوق بوزيتيف والواي تحت بنيجاتيف. تمام، فالاثنين هيلاشوا بعض، فلاقي ان الشير الهوريزونتال بقى زيرو، هنا كده بقى زيرو اهو، ده كده بقى زيرو خلاص، والناحيه الثانيه زي الجزء ده. تمام كده ولا ايه؟ تمام ولا ايه يا شباب؟ هو معلش، هو احنا ليه بنطرح الاريا 1 هقول لك بصي، ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول اول لما انا خدت سيكشن جوه الويب تمام انا بقول ايه؟ بقول الاريا في السي جي بتاع الاريا دي. تمام، فاكرين زمان انا عايز اجيب اس اكس للقطاع ده كله. تمام، انا بقول اس اكس توتال. تمام، اس اكس الحاجات اللي انا قطعتها. تمام، طب الاس اكس الحاجات اللي انا قطعتها عباره عن ايه؟ مش احنا خدنا زمان اريا او الاس اكس توتال، اس اكس توتال عباره عن ايه؟ عباره عن، يعني انا عايز اقول لك ايه، السي جي بتاع الشكل اللي فوق فوق والشكل اللي فوق بتاع الشكل اللي تحت تحت. طب المحصله بتاعتهم فين؟ او الاس اكس توتال عباره عن ايه؟ في النص. يعني خدت بالك هتلاقي الاريا اللي فوق مضروبه في واي فوق. تمام؟ او بصي، فاكرين زمان لما احنا كنا بنحسب الاس اكس للشكل؟ تمام؟ او
عايزين نحسب الواي بار. لو فاكرين زمان كنا بنحسب الواي بار، كنا بنحسبها ازاي؟ كنت بفرض محور تحت تمام واقول الاريا مضروبه في الواي، صح كده؟ بقول الاريا دي كده، انا عندي شكل كده، انا هقولها لكم بالظبط يعني. ادي شكل اهو وادي شكل تمام. انا عايز اعرف السي جي بتاع الشكل ده فين. حلو، كنا بنقول ايه زمان؟ مش كنا احنا بنقول بناخد محور تحت اهو، بفرض المحاور تحت خلاص، وبقول الواي بار عباره عن ايه، او الواي توتال او الواي سي جي مش عباره عن الاريا واحد. مضروبه في الواي اثنين، كنا بنعمل كده تمام. بقول الاريا بتاع الشكل ده مضروبه في الواي بتاعته ماشي، زائد الاريا اللي فوق مضروبه في الواي بتاعته. الاقي ان الواي توتال الواي سي جي في النص. طب تمام، مش الواي سي جي ينطبق على الواي سي جي بتاع الشكل كله؟ يعني الواي تمام هي جت من هنا، ما فهمتيش صح؟ باشمهندسة انت فهمتي ولا ايه؟ هو انا يعني هو الاشاره النيجاتيف دي عشان الواي دي يعني الواي دي من تحت السي جي. تمام. هو انا دايما يعني انا لما بجيب الشير ستريس انا بقول لك شير ستريس، ما بقولكيش بوزيتيف ولا نيجاتيف تمام. هو ملوش اشاره، بس انا باخد الابسوليوت يعني. انا بقول ايه يعني؟ انا هقول لك، مش احنا هقول لك كده، ادي شكل زي ده، مش انا قلت لك ممكن نحسب من فوق او نحسب من تحت؟ يعني انا مثلا عندي سيكشن هنا حلو، فانا ممكن احسب الشكل اللي فوق كله تمام، اللي هو عباره عن الاس اكس عند السنترويد ناقص الاريا ديت في الواي ده، صح؟ اول لما نزلت عن السنترويد الاس اكس تمام، الاس اكس ماكسيمم موجود عن السنترويد، اول لما بقل اول لما بنزل عن السنترويد بقل، فبقول اس اكس 2 ناقص هي في الواي، صح كده؟ او بحسب تحت. تحت ده عباره عن اللي هو ابسوليوت فاليو الاريا ديت مضروبه في الواي ده، هي يا اما احسب من فوق يا اما احسب من تحت. فانا دايما باخد الابسوليوت فاليو، بس باخد الابسوليوت فاليو لايه؟ للمحصله، يا يعني اما بحسب من تحت يا اما بحسب من فوق. بس انا جه حظي في القطع قطعت كده اهو كده، ادي الاس اكس بتاعتي انا قطعت كده تمام. فهلاقي ايه؟ ان الاريا فوق مضروبه في واي بوزيتيف تمام، والاريا تحت مضروبه في واي بنيجاتيف، يبقى مجموعهم باخد اللي هي اريا ماشي مضروب، بس الواي بنيجاتيف يبقى ماينس اريا 2 في واي 2. خلاص فهمتيني ولا ايه؟ فهمتيني ولا ايه يا باشمهندس؟ ابسوليوت فاليو للتوتال، عشان بس ما حدش يتلخبط الله يبارك لكم. ابسوليوت فاليو للتوتال تمام، يعني ايه؟ يعني انا بس انا بجيب الاس اكس توتال تمام واخد لها ابسوليوت فاليو تمام. مفيش حاجه اسمها شيل ستريس بالنيجاتيف، هو شيل ستريس اجهاد، مفيش بقى بوزيتيف ونيجاتيف، ده مش شد وضغط. زمان كان في نورمال ستريس، فالنورمال ستريس ده ممكن يشد لك قطاع يطوله او ممكن ياثره بيضغطه، ففي بوزيتيف ونيجاتيف، هنا مفيش بوزيتيف ونيجاتيف. خلاص ماشي، انا هدخل بس على المساله عشان فاضل 10 دقايق، هدخل على المساله بتاعت المسامير تمام، وهشرح لكم حاجه بسيطه قوي اللي هي ايه، اللي هي شير حاجه اسمها شير فلو او اتجاهاته بنرسمها ازاي. خلاص ماشي، اول حاجه هحكي لكم بس عن الشير ستريس ديستريبيوشن او الشير فلو تمام. انا عندي قوه كده تمام، القوه دي دايما عايزه، دايما عندي الشير فلو ماكسيمم موجود عند السنترويد، فهو الشير ده اكنه هيدخل جوه قطاع، اكن القطاع ده ايه؟ اكنها حنفيه تمام، فهو هيمشي جوه قطاع بحيث يبقى ماكسيمم عند السنترويد. فازاي يحصل الكلام ده؟ هلاقيه هيمشي هنا افقي ويمشي هنا افقي، بعد كده يجمعوا نازلين مع بعض. خلاص يبقى هيمشي هنا افقي، وبعد كده هيمشي هنا افقي، وهيمشي هنا في الفلانج دي افقي، وهيمشي هنا في الفلانج دي افقي، وبعد كده كلهم يروحوا مجمعين مع بعض نازلين مع بعض لحد السنترويد. طب بعد السنترويد بيتفرقوا، يروح نازل تمام، عايز يبعد بقى يروح داخل شمال، وده يروح داخل، ده يدخل يمين وده يدخل يمين، وده يدخل شمال وده يدخل شمال. خلاص فاهمين الحته دي؟ فاهمين الحته دي يا شباب؟ هي عباره عن ايه؟ ايه الشير ده؟ هو عباره عن حافه تمام، القوه دي عايزه تيجي من هنا تمام، هنا عند الخط بتاع التماثل، ادي خط التماثل، تبدا من هنا وتروح ناهيه هنا تمام. بس في قاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك الاس
الشير ماكسيمم او الشير فلو ماكسيمم موجود عند السنترويد. طب عشان يبقى ماكسيمم سنترويد لازم هنا الشير فلو يروح ماشي كده والشير فلو يروح ماشي كده، هم الشير فلو هنا يروح ماشي كده اوكي من الشمال اليمين وهنا من اليمين للشمال، ويروح نازلين مجمعين بحيث كله يبقى ماكسيمم ايه عند السنترويد، وبعد السنترويد يروح نازل موزع. فاهمين ولا ايه؟ فاهمين يا شباب؟ عشان فاضل 7 دقايق. تمام انا عايز الحق اشرح لكم المساله دي عشان دي رخمه. تمام انا بس تمام. بعد اذنكم بس المسائل دي تحلوها بايديكم تمام، واي حد في عطل اي حاجه مش فاهمها يكلمني في التليفون في اي وقت. تمام انا قاعد من الساعه 11 الصبح لحد 1 بالليل. خلاص ماشي. بس عشان فاضل 7 دقايق عايز الحق بس اخلص. ماشي بص يا سيدي، دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي، او انا هحكي لكم قصه جت منين. هو ايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز انيرشيا معينه. تمام يعني انا لما اجي اصمم تمام بيبقى انت في المعادله بتاعت النورمال عباره عن ايه؟ ان على اريا بلس ام واي على اي. تمام تخيلوا مثلا القطاع عندي عليه ان مومنت بس، انا عندي ام واي على اي صح؟ تمام. طب انا عشان القطاع ده يكون ليه مقاومه كبيره تمام او هيكون عليه ستريس قليل تمام، فانا بحب الايه الانيرشيا تكون كبيره صح؟ صح كده. ايه يعني كل ما الانيرشيا تزيد الاستريس اهو ام واي على اي. تمام انا لو عندي المومنت كبير تمام فهيديني ستريس كبير، فانا اروح اعمل اكبر الانيرشيا، دي لما تزيد ودي لما تزيد تقريبا ما تغيرش. خلاص كده تمام. وبعدين تمام عشان اكبر الانيرشيا بعمل ايه؟ بدخل الجدول، في جدول معاكم وانا برضو هشرحه لكم. بعمل فيه ايه؟ بدخل هلاقي مكتوب كده صف مكتوب فيه ايه؟ فوق الانيرشيا. تمام اروح واخد الانيرشيا الكبيره. تمام انا محتاج انيرشيا كبيره جدا، خدت اكبر انيرشيا موجوده في الجدول ولسه المومنت كبير جدا مقارنه بالانيرشيا والاستريس كبير اكبر من الاول، في حاجه اسمها الاول. تمام يقدر يشيل القطاع ده، القطاع ده ليه مقاومه تمام بيتكسر. تمام فانا عايز الاستريس عليه يكون اقل من اللو. تمام فانا محتاج انيرشيا اكبر من اللي موجوده في الجدول. اعمل ايه؟ اعمل انيرشيا على مزاجي. هو الكلام ده مش يعني ده للفهم بس عشان تبقوا فاهمين ايه بقى الهبل اللي انتوا بتشوفوه ده. يعني انا عمري ما حاجة. فانا حابب بس تبقوا الكلام ده ليه لازمه وبيتعمل في حتت معينه. فروحت انا عامل ايه؟ جبت بليت كبير قوي. تمام على مزاجي يا باشا، انا هروح المصنع اقول له يا باشا انا عايز البليت المصنع. اه والله بروح للمصنع، والله في مصنع حديد بروح اقول له انا عايز بليد بابعاد معينه. تمام ماشي، واروح جايب بليد فوق واروح جايب. خلاص يبقى انا كده كونت القطاع وراح حاسب لهم الانيرشيا توتال. عجبتني الانيرشيا دي هقول له يا باشا انتج لي القطاع ده وانتج لي القطاع ده وانتج لي القطاع ده. خلاص بالاطوال اللي انا عايزها. خلاص كده يبقى انتوا فهمتوا القصه جايه منين. انا عندي يعني مومنت كبير، عندي كباري، يعني انا عندي كباري بيمشي عليه تريلات وبلاوي سوداء، فانا محتاج وعندي مومنت كبير جدا، فانا محتاج قطاع تقيل جدا، فالقطاعات دي مش موجوده في جداول المصانع. فانا بروح لمصنع بقول له انتج لي القطاع اللي انا بقول لك عليه. طب وبعدين ده في الهواء يعني ده لوحده وده لوحده وده لوحده. وبعدين بربطهم بمسامير. خلاص يبقى انا بربط ده كده بمسمار وبربط ده كده بمسمار اهو، وبعمل حاجه اسمها الحام. تمام اللي هو بلحم البليد ده اهو، ده الشكل اللحام، بلحم البليد ده في الويب. خلاص هي دي القصه بقى. تمام انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز اصمم المسامير دي. يعني انا عندي مسامير تمام عايز اصممها بس، فهي جت القصه من كده ان انا عندي حاجات بقعد اربطها ببعض. بربطها بايه؟ بربطها بمسامير او بالحام او بجلو باي نيله. خلاص يا الحام يا مسامير. خلاص فانا عايز اصمم المسامير او اللحامات. اصممها ازاي؟ بتتصمم على حاجه اسمها الشير فلو. تمام تعالى بقى نشوف بقى الكلام اللي عندنا. هو معلش انا فاضل 3 دقايق على الفيديو تمام، فانا بالظبط والله مش هزود عن 5 دقايق في فيديو جديد. تمام لما يخلص الفيديو تمام 5 دقايق بالظبط. انا عارف ان طولت عليك والله بس معلش المنهج طويل قوي. خلاص فهو تمام انا هروح اعمل ايه؟ هروح اقطع افقي كده تمام. وبعد ما اقطع افقي هو ايه وظيفه المسامير دي؟ ان انا عايز امنع ان القطاع اللي فوق ده يتحلق على القطاع اللي تحته. تمام لو تفتكروا الاثبات اللي اثبته الدكتور احمد فادي، لو انا عندي مومنت على كاميرا
دي كاميرا اهي، خدت كده صغيره كاميرا، المومنت على الشمال اهو اهو، والمومنت على اليمين، في واحد فيهم اكبر من الثاني تمام، فبيعمل لي حاجه اسمها ايه شير. المومنت ده بقول ان هو قوه شد، قوه ضغط فوق وقوه شد تحت تمام، والمومنت ده قوه ضغط فوق وقوه شد تحت، فالقوه دي مختلف عن القوه دي، في واحده فيهم اكبر من الثانيه، فهيتولد حاجه اسمها شير افقي، هوريزونتال شير، ده اللي بصمم عليه المسامير. المسمار المفروض يمنعني الزحلقه، هو دي القوه اللي جايه عنده، لو خدتوا بالكم اهو ادي المسمار هنا، فدي القوه اللي جايه عليه تمام، اللي هي تمنع الزحلقه تمام، جايه منين؟ ان في ام شمال غير ام يمين. المهم يعني احنا حسبنا القوه اللي على المسمار بتيجي منين، بتيجي من حاجه اسمها شير فلو خلاص. بس جه منين؟ جه من الحته دي، ان في مومنت شمال غير مومنت يمين تمام، فعشان القطاع ما يتزحلقش على بعضه او يشتغل كانه قطاع، يعني عشان اقدر اقول ان الانيرشيا توتال هي مجموع الانيرشيا ده زائد الانيرشيا ده زائد الانيرشيا ده زائد كل الانيرشيات دي، واقول ايه؟ واقول ده بعده عن السي جي، ده كده زائد ده بعده عن السي جي بكام، زائد ده بعده عن السي جي بكام. عشان اقدر احسب الانيرشيا بالكلام ده لازم اتاكد ان المسامير ما تخليش القطاعات دي تتزحلق على بعض تمام. فالمسمار بيتصمم على ايه؟ بيتصمم على حاجه اسمها شير فلو خلاص. هقول لكم بيتحسب ازاي. ماشي، تعالى ندخل بقى في المساله على طول تمام. ايه وظيفه المسامير؟ ان هي بتربط القطاع اللي فوق بالقطاع اللي تحت تمام. فانا اصممها على ايه؟ بصممها على حاجه اسمها شير فورس تمام. الشير فورس دي جايه بسبب ايه؟ بحاجه اسمها شير فلو. ده كلام سيبكم منه تمام، ده شويه حاجات للفهم يعني، ليه جبنا ليه عرفنا حاجه اسمها شير فلو ماشي. المهم الشير فلو ده عباره عن ايه؟ كيو على اي في اس، كيو على اي في اس خلاص تمام. يبقى انا عشان احسب الشير فلو محتاج احسب الاس تمام. طب احسبها فين؟ انا برضو سيبكم الكلام ده دلوقتي، لو انا هشرحه لكم اللي هو ازاي ترسم الشير فلو ديستريبيوشن، ترسم الشير فلو ديستريبيوشن واتجاهات والقصه دي هشرحها لكم، هفهمكم كل حاجه. خلينا بس في المساله دي ماشي. تعالى نشوف بقى المسامير تمام. المسمار ده فين اهو؟ المسمار اهو، هروح واخد سيكشن افقي تمام، واروح جايب الشير فلو هنا، ولما اجيب الشير فلو تمام هحوله القوة. هحوله القوة ازاي؟ تعالى بقى نشوف او فاضل دقيقة تقريبا، انا هطلع وهعمل ايه؟ وهعمل ميتنج جديد خمس دقايق بالظبط، مش هعطلكم تمام، تفهموا المسألة دي وخلاص ماشي.